أحمدك اللهم أبلغ الحمد وأنماه وأشمله وأزكاه وأطيبه وأعطره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين هادي للبشرية وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، عندما نبتعد عن القرآن وروح القرآن وفقه القرآن ونور القرآن ماذا يحل بنا؟ عندما تكون قضية قراءة القرآن عند بعض، ولا يمكن أن نعمم، مجرد تلاوة، لا يتفقه لا يتدبر، كم من المآسي تقع بيننا معشر المصلين، لأن لا أتكلم عن غير المصلين ولا أتكلم عن غير رواد المساجد، بل رواد الفجر. فإذا الروح الإقليمية الطائفية التمييزية العنصرية التفريقية تكون شعار بعضهم ويكون حديث بعضهم، ماذا فقه من القرآن؟ ماذا أثر القرآن فيه؟ ماذا فقه من قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ماذا فقه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ ماذا فقه إنما المؤمنون إخوة؟ ما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعوها فإنها منتنة 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 جاهلية. أبي دعوة الجاهلية؟ عندما نعمل بالقرآن ونفقه القرآن ونكون من أهل القرآن ويكون للقرآن نوره في قلوبنا، لا يمكن أن يكون ذلك، بل يكون خفض الجناح ويكون كسر النفس للمسلم، أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. أما أن تنقلب الحقائق في المساجد في بيوت الله من قبل بعض رواد الصلوات فهذا شيء أبعد ما يكون عن الإسلام والقرآن.